عاملين ايه يا حلوين؟ انا اشتريت هدوم جديده وتنسيقات جديده هتنزل لكم ان شاء الله على الصفحه هنا قريب جدا، فيلا بينا اوريكم انا اشتريت ايه. اول حاجه اشتريتها هي البلوزه ديت او التيشيرت دوت، حلو قوي، كم واسع كده حلو جدا وتنسيقه حلو قوي قوي. هنا كده في النص في مربع تايجر حلو جدا عجبني، وهترجم الكلمات اللي عليه دي وهقول لكم هكتب لكم هنا اوكي ترجمه الكلمات، فحلوه قوي. اشتريت كمان تيشيرت تاني زيه بس مختلف في اللون ومختلف شويه في التفصيل، ان الكم بتاعه نازل عادي مش طويل، مش يعني مش كبير الكم، والكم حلو قوي عجبني جدا اللون، فانا اشتريت لون الاورنج والبينك، فممتنه للالوان جدا. اشتريت كمان جيب او سكيرت لونها ابيض بلسيه، بلسيه بتاعها واسع شويه، فبصوا بتعمل ايه في الاضاءه، فعجبتني جدا فاشتريتها برضو وعجبتني قوي.